القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. كلمته أمام مجلس الأمن إن لغة العداء غير المسبوقة التي وردت في بيانات بعض السفراء الزملاء ضد بلادي وضد قيادتها السياسية قد سهلت كثيرا من مهمة اليوم، لأن هذه اللغة قد أكدت ما قلناه وما قاله معنا كثير من السفراء الأصدقاء بأن بلادي مستهدفة من أعدائها من ناحية المبدأ وليس لأي سبب إنساني آخر. نترككم مع كلمة السفير الجعفري كاملة. شكرا السيد الرئيس، أهنئك بداية على تبوؤك لرئاسة هذا المجلس للشهر الحالي، والتهنئة موصولة مع الشكر لزميلي سفير لبنان لقيادته أعمال المجلس في الشهر المنصرم بكل اقتدار ونجاح. السيد الرئيس، إن لغة العداء غير المسبوقة التي وردت في بيانات بعض السفراء الزملاء ضد بلادي وضد قيادته السياسية قد سهلت كثيرا من مهمة اليوم، لأن هذه اللغة قد أكدت ما قلناه وما قاله معنا كثير من السفراء الأصدقاء من أن بلادي مستهدفة من أعدائها من ناحية المبدأ وليس لأي سبب إنساني آخر. إن هذه اللغة العدائية السيد الرئيس إنما تكشف النقاب عن حجم التحامل في بعض العواصم الغربية على بلادي وقيادته السياسية بسبب مواقف سوريا السياسية المستقلة عن أجندات تلك العواصم. السيد الرئيس، بتاريخ 3 من هذا الشهر تشرين الأول أكتوبر قامت مجموعة إرهابية مسلحة باغتيال كل من ساريا حسون نجل المفتي العام للجمهورية العربية السورية والدكتور محمد العمر أستاذ التاريخ في جامعة حلب. قبل ذلك بأيام وبتاريخ 29 أيلول سبتمبر قامت مجموعة إرهابية مسلحة أخرى باغتيال المهندس أوس عبد الكريم خليل الاختصاصي في الهندسة النووية ورئيس جامعة حمص. قبل ذلك بيومين بتاريخ 27 أيلول سبتمبر قامت مجموعة إرهابية مسلحة ثالثة باغتيال نائل الدخيل عميد كلية الكيمياء في جامعة حمص وكذلك الدكتور محمد عقيل عميد كلية هندسة العمارة في جامعة حمص. وقبل ذلك بيومين أي بتاريخ 25 أيلول سبتمبر قامت مجموعة إرهابية مسلحة رابعة باغتيال الدكتور حسن عيد رئيس قسم جراحة الصدر في المشفى الوطني في حمص. هذه الجرائم كلها ارتكبت في أسبوع واحد وقد أضيفت للأسف إلى 800 رجل عسكري من الجيش والأمن والقوات المسلحة والشرطة وعدد آخر يناهز ذلك من المدنيين.
أبناؤنا جميعا، وحزننا كبير عليهم جميعا بدون استثناء. لقد دخلت المجموعات الإرهابية المسلحة مرحلة جديدة من الإرهاب يستهدف سوريا الدولة والمؤسسات والجيش والجامعات من خلال اغتيال كفاءاتها العلمية والطبية والتدريسية والروحية. وعلى الرغم من فداحة هذا النزيف الحاصل بالنسبة للوطن ككل، وطني سوريا الذي أفتخر به، فإن بعض الدول التي تقود الحملة الدولية للتدخل في شؤون سوريا الداخلية باسم حقوق الإنسان وحماية المدنيين، هذه الدول ما زالت ترفض الاعتراف بوجود جماعات إرهابية مسلحة في سوريا لأهداف باتت معروفة. لا بل إن هذه الدول تقدم الحماية والرعاية لقادة تلك الجماعات الذين تستضيفهم في عواصمها، وتعقد لهم المؤتمرات الواحدة تلو الآخر، مؤتمرات يصدر عنها رفض للحوار مع الحكومة، خاصة وأن هذه الدول تتمتع بسجل أسود ذائع الصيت في مضمار حماية حقوق الإنسان والحريات الإنسانية. ولا أعتقد في هذا المجال بأن أحدا منا لم يسمع بالمذابح وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في فيتنام ولاوس وكمبوديا، في الجزائر والعديد من دول أفريقيا، في العراق وأفغانستان وليبيا، في سجون أبو غريب وغوانتانامو، والسجون السرية في أوروبا وغيرها، والقائمة تطول. لقد قلنا سابقا بأن ما تتعرض له سوريا اليوم مشكلة لها وجهان. الوجه الأول أن البلاد بحاجة فعلا لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبيا وتحتاجها البلاد، وهو ما نعمل على تحقيقه. والوجه الثاني هو استغلال الحاجات والمطالب الشعبية لأهداف تختلف كليا عن رغبات الشعب السوري ومصالحه، وجعل هذه المطالب المحقة سلما ترتقيه معارضة خارجية تعمل على زرع الفتنة الطائفية وتقويض الأمن بهدف تمهيد الطريق أمام التدخل الخارجي واستدعاء هذا التدخل الخارجي، وهي كلها أمور مرفوضة كليا من الشعب السوري بما في ذلك من المعارضة الوطنية الداخلية الشريفة. في هذا الإطار ما زالت بعض الأطراف داخل مجلس الأمن تواصل زج المجلس في تطورات سوريا الداخلية بما يسيء لمبدأ سلطة القانون، وبما يخدم أجندات معادية لهذه الأطراف تجاه بلاد سوريا، وذلك تحت حجج وذرائع واهية لا علاقة لها بدور المجلس ومسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وليس حفظ أمن وسلام المجموعات المسلحة الإرهابية في سوريا. وتستغرب بلادي هذا المنح السياسي غير الموضوعي الساعي بشكل محموم وعبثي
إلى تقويض الاستقرار والأمن والعيش المشترك في المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، وإلى التشهير بسوريا والإساءة إلى مكانتها ودورها السياسي الهام عربيا وأقليميا ودوليا. لقد أساءت هذه الأطراف مرارا وتكرارا استخدام مجلس الأمن كغطاء لتمرير سياساتها التدخلية في شؤون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وحتى عندما كانت هذه الأطراف تصطدم بحرص الدول الأخرى في الأمم المتحدة وفي هذا المجلس بالذات على النأي بنفسها وبالمجلس عن هذه السياسات التدخلية، كنا نرى تلك الأطراف تلجأ إلى التحرك بشكل أحادي الجانب خارج إطار الشرعية الدولية لتمرير مخططاتها ومشاريعها السياسية والعسكرية. هكذا أيها السادة، صدرت تلك الأطراف من خارج إطار الشرعية الدولية حلف الناتو إلى العديد من دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة الدولية لتقويض استقرارها السياسي ونهب ثرواتها وإشاعة ما يسمى بالفوضى الخلاقة فيها. لكن تلك الأطراف، وهذه مفارقة، لم تجد غير الفيتو كي تصدره 50 مرة منذ العام 1948 إلى الفلسطينيين لحرمانهم من حقوقهم المشروعة ولمنع قيام دولتهم.